حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. اقترحت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف تعديل الموازنة لإنهاء معاناة الموظفين في كردستان العراق. وقالت معروف إنه في قانون الموازنة الثلاثية والذي أقرت أو التي أقرت في العام الماضي تم تخصيص حصة لكردستان العراق بنسبة قاربت 13% من إجمالي الإنفاق الفعلي لحكومة بغداد. وأضافت أن ما يسلم لكردستان أو ما يسلم لكردستان العراق من أموال تحت عبارة الإنفاق الفعلي لا يكفي لسداد رواتب الموظفين كما حصل العام الماضي، حيث لم تستطع حكومة كردستان العراق دفع رواتب الموظفين كاملة. وصف وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم صناعة السجاد في العراق بأنها باتت غير مجدية من الناحية الاقتصادية. وصرح الوزير أن لصناعة السجاد أو السجادة اليدوية خصوصية في المحافظة على التراث، لكنها غير مجدية لكون معمل الكاظمين لإنتاج البطانيات أنشئ عام 1965 ويعمل بتكنولوجيا قديمة جدا، وأن منتجاته غير قادرة على المنافسة مع مثيلاتها المستوردة، داعيا لإعادة النظر في وضع بعض المصانع والشركات العاملة لعدم جدوى استمرارها. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي لتصل لأكثر من 199 مليون دولار مقارنة بيوم الخميس الماضي. وباع البنك خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي أكثر من 213 مليون دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبشكل نقدي. قال مسؤول لبناني إن العراق مستمر في تزويد لبنان بالنفط الخام رغم عدم تسديد بيروت لمستحقات بغداد والتي تبلغ أكثر من مليار دولار. وأوضح المسؤول أن قيمة النفط منذ بداية التعاون في أيلول من عام 2021 لغاية اليوم بلغ نحو 1.7 مليار دولار، في حين لم يسدد لبنان أي دولار من هذا المبلغ، مضيفا أن العراق ما زال يعتبر أن لبنان في فترة السماح كونه يدرك التعقيدات الإدارية الموجودة وعدم تنظيم الجباية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان التي ما زالت متأخرة جدا، وأن الموازنة العامة لم تلحظ اعتمادات للنفط العراقي. أتلفت موجة الأمطار الأخيرة حقولا للبطاطا في بردرش جنوبية دهوك. وقالت محافظة أو مديرية الزراعة في المحافظة إن المياه غمرت 70 دونما من الأراضي بشكل كامل. وتشتهر منطقة بردرش بزراعة البطاطا، حيث نجحت خلال العام الماضي بزراعة 37,000 دونما لمحاصيل متنوعة، 25,000 منها خصصت للبطاطا حيث كان إنتاجها نحو 300,000 طن. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.